النجمة المتألقة سماح أنور، بقول لك طبعا مليون مبروك على الورشة الجميلة بتاعتك. أشكرك، ميرسي. عايز أعرف في البداية الفكرة بقى جات لك إزاي؟ لا، هي الفكرة ما جاتليش، هو الكورس ده موجود في العالم وبيسافر الدنيا كلها وبيعلم ناس. أنا خدته في دالاس تكساس في 98، وبعدين كان دايما في بالي ان ده الحل بالنسبه لنا في مصر علشان ننقذ صناعه السينما، ان يبقى عندنا المعلومات دي، كل الناس يبقى عندها المعلومات دي. ايه اكتر حاجه كنت حريصه انه المتدربين او الاعضاء اللي معاكي في الورشه يستفيدوها من خلال حضورك؟ لا، هو الكورس، لان هو يومين كومباكت جدا، بيعلمك صناعه السينما، مش بيعلمك ان انت تعمل حاجات هتفلسك ومش هتفرق معاك، والناس في الوسط الفني اللي انت عاوز تنضم ليه مش عايزينها اصلا، بيدوروش عليها. وكل اللي انا بشوف مئات الالاف من الشباب ومن الناس اللي عايزه تخش الوسط ما عندهمش فكره عن اي حاجه، ومحتاجين المعلومات عشان يعرفوا ازاي يبداوا اول خطوه بجد. فده بيديك مش بس اول خطوه، من الخطوه الاولى للخطوه الاخيره، بحيث ان انت تبقى انت اللي مطلوب، انت اللي الوسط عايزك، انت اللي الصناعه بتدور عليك، مش العكس. نجوم كتير الحقيقه بيكتفوا بما وصلوا له من خبره ومن معلومات، وبيرفضوا ان هم يشاركوا في ورش زي دي. فهل وجدت ترحيب من النجوم اللي عرضت عليهم، ولا في البعض من النوعيه؟ حكايه يعني انا ما عنديش حكم كلي على الناس كده، مش من طبيعتي الاشياء دي. لا، دي اختيارات، يعني في ناس بتبقى عايزة تفضل تتعلم طول ما هي ماشية في حياتها، وفي حد بيكتفي بهذا القدر، وفي حد فعلا بيشوف ان الخبرة اهم، وهكذا. يعني دي اختيارات.